هنروح لفريق الرجال لكرة السلة، واللي بيمر بطبعا ظروف صعبة أكيد طبعا لا تخفى على الكل، إصابة أكيد عمرو زهران، عندنا إصابة كمان مؤمن خيري، ولكن طبعا الفريق زي ما حضراتكم شايفين لعب مباراة مهمة مع الطيران واستطاع انه يفوز. زي ما انتم شايفين مؤمن خيري في أرض الملعب، سوري أنا آسف، محمد خيري لاعب الشباب بيلعب النهارده في ارض الملعب، يعني مستر اجوستي اتضح رؤيته خلاص سيتم الدفع يعني بالشباب بقوه خلال الفتره اللي جايه. وخليني اقول لكم ايه الاستراتيجيه اللي احنا قدام محمد خيري، اتمنع تماما، خليني اقول لكم اتمنع تماما من اللعب مع قطاع الناشئين تماما، يعني هو كان بيلعب مع 18 ومتصعد بيلعب مع 20، ولكن مستر اجوستي وده كلام 100% صح 100% صح، النهارده انت لما تلعبه في قطاع الناشئين انت معرض ان انت يتصاب، انت النهارده ما عندكش اوبشن ان اللعيب يغيب. ده محمد خيري رقم 9، ومستر اجوستي بوش واضح الثقه الكبيره اللي نزله في يعني في الستارتنج فايف، اكيد حاجه كويسه. اصابه عمرو زهران، اصابه مؤمن خيري النهارده بتحط الفريق في يعني ازمه كبيره. طيب المباراه دي كنا نقلناها حضراتكم زي ما شايفين على شاشه قناه النادي الاهلي، واتلعبت اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل. المباراه الثانيه هتكون بكره الساعه 4 العصر، غالبا مش هنقدر ننقلها لان طبعا هتكون بنفس التوقيت ونفس الميعاد مع مباراه منتخب مصر او بطوله السادات الدوليه الاولى منتخب مصر 20 سنه، هتبقى الساعه 6 باذن الله. فاكيد مباراه الطيران بكره مش هنزاعها، بس نتمنى التوفيق. المباراه دي بتتلعب بيست اوف 3، يعني انت يوم ما هتكسب المباراه اللي جايه خلاص انتهى، مش محتاج تروح للمباراه الثالثه. كل التوفيق لفريق الرجال لكره السله. فرقتنا طبعا لغايه دلوقتي محققه بطولتين وهم كاس السوبر المصري ودوري المرتبط، ولكن البطوله النهارده في اختبار صعب. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب هذا الماتش، صورنا التقييد ده مع الجهاز الفني واللاعبين، نتفرج على التقييد وارجع لحضراتكم. طبعا الحمد لله على مكسب النهارده، ابتدينا هو زي ما قلتي فتره توقف كبيره، ابتدينا الحمد لله مع لعيبه المنتخب الحمد لله رجعوا لنا بالسلامه، عندنا اصابات كتير، عمرو زهران، مؤمن خيري، النهارده الحمد لله عزب اول ماتش ليه بعد فتره طويله، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نجمع يعني اللعيبه وناخدها بقى واحده واحده. النهارده الحمد لله الماتش اخدناه واحده واحده، يمكن ما لعبناش مع بعض من ساعه ما لعيبه المنتخب رجعوا، دي فرصه كويسه، هي الماتش النهارده لعبنا مع بعض، لسه بكره وعندنا ماتش كمان ان شاء الله يوم الخميس، ونبتدي بقى باذن الله الريجولر سيزون ماتشات الرايح جاي. طبعا هو يعني كل الماتشات اللي احنا بنلعبها احنا مالناش دعوه بنلعب مين، احنا بنلعب يعني الفرقه اللي بتنافس على البطل دايما بتبقى هي ادائها هي المؤشر، مالناش دعوه بنلعب مين، فواحده واحده بناخد الماتشات، كل الماتشات صعبه، ما فيش ماتش سهل سواء الاول او الثامن بعد الترتيب يعني اللي هيتعمل، فكل ماتش ليه اهميته، كل ماتش ليه تجهيزاته، فما ينفعش ان احنا نبقى نازلين في استرخاء كده في الاداء، فدي مهمه جدا في الطريق المشوار الطويل بتاعنا. الحمد لله على المكسب اول حاجه، تاني حاجه زي ما انت قلتي غياب بقى لنا شهر، بس احنا في خلال الشهر ده كنا بنستعد وكنا بنتمرن كل يوم يعني عشان نعد لبدايه الدوري. الفتره فاتت عندنا كان عندنا اصابات، عندنا عمرو زهران، عندنا مؤمن خيري يرجعوا بالسلامه ان شاء الله، بس عندنا النهارده رجع لنا عمر عزب وسيف سمير في الطريق، فالحمد لله يعني الغيابات ما بتبقاش مؤثره قوي، ان احنا عندنا ناس كتير بتعوض النواقص، فالحمد لله. وان شاء الله عندنا ماتش يوم الخميس نقدر ان احنا برده نقدم نفس الاداء وناخد خطوه ان احنا نحط رجلينا في دوري السوبر في البدء في اللي رايح جاي، الماتشات رايح جاي، فدي اول خطوه، فان شاء الله الخطوه الثانيه يوم الخميس ان شاء الله. وطبعا زي ما انت قلتي احنا يعني مرحله مرحله، ان الماتش اللي جاي هو الماتش اللي يأهلنا ان احنا نلعب مع الثمانيه الكبار، بعد كده طبعا مفيش ماتش سهل وماتش صعب، اي فرقه ممكن تكسب اي فرقه، اتحاد، سبورتنج، سموحه، جزيره، زمالك، كل فرق ليها احترامها طبعا، وكلها فرقه بتنافس على الدوري، فاحنا كل مرحله ليها حساباتها، فان شاء الله نعدي يوم الخميس الاول، وبعد كده المرحله اللي بعديها في دوري السوبر هيبقى ليها حسابات ثانيه ان شاء الله. بالظبط، احنا بعد ما حضرتك قلت رجعنا من المنتخب اتمرنا بس من مع الفريق، بس رجعنا يعني لقينا ما شاء الله منتورين كويس وكلهم جاهزين وفورمه كويسه، اتمرنا منتورين وحضرنا ليهم كويس، اللي احنا بنحضر لكل الماتشات زي بعض، ظهرنا مظهر كويس وكل الناس لعبت. النهارده عمر عزب رجع من اصابه طويله، مبسوطين ان هو خف وبقى معانا، يعني ان شاء الله نطلع واحده واحده لحد ما نبتدي الرايح جاي ان شاء الله يوم 17. اكيد طبعا عمرو لعيب مؤثر معانا في الثلاث سنين اللي فاتوا، ومؤمن برده لعيب كويس جدا، بس مؤمن يعني هيلحق معانا ان شاء الله، ممكن ما يلعبش بس الدور الذهاب،
كده كده الدوري هيقف تاني شهر 2 شهر، فلما يرجع الدوري ان شاء الله هيبقى موجود معانا. عمرو خلاص الموسم بتاعه انتهى، بنتمنى له الشفاء ويرجع ان شاء الله من اول الموسم الجاي يعني احسن من الاول كمان. وفي سيف كمان سمير لسه مصاب، بس خلاص يعني سيف من بكره ابتدي يتمرن معانا تدريجي، ما اعرفش ممكن يشارك لو جزء بسيط زي عزب الماتش الجاي، بس من اول الرايح جاي ان شاء الله هيكون موجود معنا.